الشكر موصول لإخواني في لجنة الميزانيات اللي نعرفهم جميعاً ونعرف كفاءتهم، واللي يفحصون كل ميزانية ويدققونها بأدق التفاصيل. وميزانية المجلس بفضل الله سبحانه وتعالى مفخرة، شاء من شاء وأبى من أبى. لما ينزل المصروف في ميزانية المجلس من 60 مليون إلى 40 مليون في خلال عامين، أنا أعتقد هذا أمر يستحق الإشادة. الشعب البرلمانية، ما ذكر من البعض كلام غير صحيح، لم تزداد، وهذه الميزانية موجودة وأرقام الشعبة موجودة، انزلت من ما يقارب 1,400,000 إلى 700,000، وهذا الرقم أقل من جهات حكومية كثيرة بعضها أصغر من المجلس. وإذا بنتكلم إحنا النقد، بالعكس نرحب فيه ومحاولة إصلاح، وأنا أقولها كرئيس المجلس، إحنا كاملين، إحنا بشر نخطئ ونصيب، لكن اللي ما نقبل فيه ولا نسكت عنه ولا نطوفه محاولة التضليل واتهام الناس في ذممهم المالية. وأنا ما أتكلم عن النواب، أتكلم، أنا حديثي موجه لمن هم أيضا خارج المجلس.